السلام عليكم ان شاء الله تكونوا ملاح آه هاد لا فيديو راح نكملو الب... البارتي 3 من شابيتر موديل بازي سور لا ميكانيك قبل ما نبداو ما تنساوش تابونيو لاشين و بون حبسنا عند لا فونكسيون دوند قلنا انه بسي اللي هي فونكسيون دوند كري اون كوردوني كارتيزيان اللي هما اكس واي z et un coordonnée sphérique sphérique, l'homma, r, theta phi, tel que un cordon sphérique sphérique, a égal r de r plus y de θ et phi, C'est ha la partie, partie radiale, et semina ha la partie angulaire, parce que tu euh, angulaire, parce que c'est as texte deux angles qui sont Φ et θ. la à la fonction d'onde, son associe les nombres quantiques définissant l'état de l'électron, c'est-à-dire euh, soin d'énergie, euh, si le euh, si mouvement autour du noyau et à la, à la forme de l'orbital, pour une même valeur de n, on a plusieurs orbitales diffèrent par les les nombres l et m, ce qui implique que le niveau n est le même. Je m'interroge maintenant sur la nature de la fonction psi. Quand on calcule les coordonnées, soit coordonnées cartésiennes ou les coordonnées sphériques, on aura des nombres quantiques. هاد لي نومبر كوانتيك شنو هي المهمة تاعهم انهم يحدوا لي بدقة الموضع تاع الالكترون باسكو الهدف من لا فونكسيون دوند قلنا نعرفو اه لا بروبابيليتي دو بريزونس ولا نعرفو لا بوزيسيون تاع الالكترون وين راه هاد الالكترون اه الموقع تاعو دونك راح نديرو لي نومبر كوانتيك هاد لي كوانتيك راح يتعلقوا بهاد لا فونكسيون دوند وين يحدوا لي لا بوزيسيون تاع الالكترون وشنو هما هاد لي كوانتيك اول حاجه راح نشوفو ان هذا اول نمبر كوانتيك اللي راح نشوفوه نسموه نمبر كوانتيك برينسيبال برينسيبال سا فو دير اساسي ولا رئيسي يل ربريزونت لا كوش ان ريبريزونت كوا ربريزونت لا كوش يتغير من من واحد دو تخوا كاتخ اكسيتيرا يعني من واحد وروح تلك هذا ان ينتمي الى مجموعه الاعداد الطبيعيه بعد الصفر بيان سور مفهوم اول نمبر كوانتيك تعرفنا عليه هو ان سميناه نمبر كوانتيك برينسيبال يعني اساسي ولا رئيسي الغو بريزونت لا كوش لاكوش uh, كيما كنا نقولو uh, كي رسمنا ديغرام تاع لينيرجي قلنا ان ايغال ان ان دو هذا هو ان ان ايغال تخوا اكسيتيرا دونك إل ريبريزونت لاكوش يتساوي إلى مجموعة الأعداد الطبيعية ما عدا الصفر يعني يبدا من الواحد أو روح مفهوم هذا فيما يخص أول نمبر كوانتيك دوزيام عندنا إل إل نمبر كوانتيك ثاني. L S S I أو هذا ثانوي ثانوي. il représente la sous-couche. il représente la sous-couche. n représente la couche. n représente la sous-couche بحيث أن هذا n يكون أكبر أو يساوي الصفر، أصغر أو يساوي من n مانزا. مفهوم هذا هو المجال اللي ينتمي له ال نكتبها هنايا ايه. قلنا ال يكون اكبر او يساوي زيرو اصغر او يساوي ان موانزا مفهوم بوغ ال ايكال زيرو راني في السكوش اس يعني كيكون ان اه ال يدي قيمة زيرو هذه لا نسميها سكوش اس بوغ ال ايكال ان راني في السكوش بي Pour L égale 2, on va sous-couche D. Pour L égale 3, on va sous-couche F. C'est ce que couche S, P, D ou l F. Pour N égale 0, L égale P, L égale D, euh, L égale 1, L égale 2 et L égale 3. C'est yani, ce Généralement, l, l égale 3. On va 4, l 5, etc. Donc, toujours que L égale 0, ça veut dire que la sous-couche S. L égale 1 raconte la sous-couche P. L égale 2 raconte la sous-couche D. L égale 3 raconte la sous-couche F. Vous comprenez L est un nombre quantique secondaire qui il à la sous-couche. Le nombre quantique que nous allons voir est M. ou un nombre quantique magnétique. Qu'est-ce que représente M Il représente le nombre d'orbitales. ولا نسموه كاز كوانتيك لو نومبر اوربيتال ولا لي كاز كوانتيك بحيث ان هذا ام يكون اكبر او يساوي من ناقص ال اصغر او يساوي من بلس ان هذا هو الحصر تاع دونك باريكزامبل اذا كان ال يساوي زيرو ام راح يكون اكبر او يساوي من ناقص صفر اصغر او يساوي من زائد صفر يعني ام راح يدي قيمه واحده اللي هي زيرو صافي دير شحال عندي من كاز عندي كاز واحده باريكزامبل ال يساوي واحد هذا ام راح يكون محصور بين ناقص واحد وبين زائد واحد صافي دير ام هذا القيم اللي يديهم شحال يا إما ناقص واحد يا إما زيرو يا إما واحد عندو ثلاث قيم باسكو ينتمي إلى مجموعة الأعداد الطبيعية أه ديزولي الأعداد الصحيحة النسبية يعني من ناقص واحد للواحد شنو عندي عندي ناقص واحد عندي الزيرو عندي الواحد صار دير عندو آه ثلاث قيم يعني عندي ثلاث كاز هاكا ثلاث كاز إل إيكال دو هذا أمر راح يكون محصور بين ناقص اثنين وبين زائد اثنين دونك القيم اللي يديهم هي ناقص اثنين ناقص واحد زيغو واحد اثنين شحال يدي من قيمة يدي خمس قيم يعني عندي سانك كاس هكا مفهوم ونفس الشيء بالنسبة لالي قالت تخوا اكسيتيرا <applause> نعاود شفنا 3 نومبر كوانتيك ان ان ال ام ان ال اي ام نبداو بالاول قلنا ان هو نومبر كوانتيك برينسيبال هو اساسي هذا ان بحيث انه يمثل لي ال ريبريزونت لا كوش ال ريبريزونت لاكوش يكون ينتمي الى مجموعة الاعداد الطبيعية ما عدا الصفر هك. يعني يبدا من الواحد وراح من بعد شفنا ال ال قلنا هو نمبر كوانتيك سيكوندار إل représente لا sous كوش. il représente لا سو كوش. بحيث انه هذا ال يكون اكبر او يساوي الصفر اصغر تماما او اصغر او يساوي ديزولي ال موانزه ثالث نمبر كوانتيك هو ام قلنا ام نسميه نمبر كوانتيك مانيتيك ولا نسميه أه... لو نمبر دوربيتال اوربيتال يعني مثل لي عدد المدارات أه نمبر دوربيتال ولا نسميه لو نمبر دي كاز كاز كوانتيك بحيث انه هذا ام يكون محصور بين موان زال اي بلوس أل كاف؟ هذو هما الثلاثه اللي شفنا وش معناته انه نعرف ان و ال و ام هكا راح يسهل عليا نحدد الموقع تاع الالكترون باغ اكزومبل نقول لكم الالكترون راه في ان ايغال دو ال ايغال اه زيرو ام ايغال زيرو شغل راني نحدد في الموقع تاعو بالتدقيق الان باغ اكزومبل تخيلوا اللي راني نقول ان هو الكبير كامل باغ اكزومبل نقولوا راه في القسم آه راه في القسم رقم خمسة يعني راني حددت القسم راه رقم خمسة ومن بعد نقولوا الان باغ اكزومبل راه في الصف الثاني راه في هذا الصف ومن بعد باغ اكزومبل نحكي على تلميذ نقول هذا التلميذ راهو في, في القسم رقم خمسة راهو في الصف الثاني وراه يجلس في الطاوله الثالثه باريكزوم هكا راني حددت الموقع هنايا ان هو القسم قلنا رقم خمسة ال هنايا هو الصف لا سوكوش قلنا راه في الصف الثاني و هو الطاوله اللي راه يجلس فيها اللي هي الطاوله نيميرو 3 يعني هكا راني حدد الموقع بالتحديد تاع الالكترون مفهوم نكملو بون هذو كامل واش هدرت وشرحت عندنا كاتخيام نومبر كوانتيك اللي نسموه سبين وشنو هذا سبين هذا سبين يجي مورا الام يا اما تسموه ام اس ترمزوا له بذا الرمز يا اما ديراكتومون تسموه اس سبين وش معناته هذا سبين هذا سبين يحدد لكم بار اكزومبل تقولوا بلي اه الالكترون راح في الكاز ام ايغال زيرو يعني عنده كاز وحده الالكترون راح في هذا الكاز Spin. Cela, bon, cette expérience montre que l'électron possède deux rotations. Cette et cette expérience, en euh, dernier âge plus, âge plus, est alfa. Euh, cette plus, euh, euh, champ magnétique non homogène. شون سا فيديغ حقل مغناطيسي نهاوليك كي وصلت لهذا النقطة جات منا اجي بلوس ومنا جات اجي بلوس يعني كشغل تقسمت من فوق راحت ا بلوس ومن تحت جات ا بلوس يعني سات اكسبيريونس هذه التجربه مونتر كو الكترون بوسيد دو روتاسيون Possible autour de lui, même que l'on caractérise par un moment cinétique propre à l'électron centrant le quatrième nombre quantique noté MS, appelé spin, possédant deux valeurs. C'est y que بينت a fait que a deux rotations. Ce qu'on a fait, le le quatrième nombre quantique, tel que MS a deux valeurs. Il y a une valeur. Plus 1 demi, ou là il y a des valeurs moins 1 demi. Qui est des valeurs plus 1 demi l'électron qui fait chier? Il dit Moins 1 Moins 1,5, il 1 demi. Donc, euh, qui qu'on un plus 1 demi représente par une flèche vers le haut, il y a une flèche qui MS <مس> إيجال موان دومي ربريزونت بار اون فلاش فيغ لو يمثل بسهم نحو الأسفل مفهوم هذا هو لو سبين بار إكزومبل نرجعو للمثال تاعنا نقولكم بار إكزومبل التلميذ راه في القسم رقم خمسة دونك هنايا ان إيجال سانك نقولكم راه في الصف الثاني هنايا بار إكزومبل ان إيجال دو ونقولكم راه في الطاولة الثالثة يجلس بار إكزومبل ولا الطاولة الأولى هنا ام راه يساوي واحد دوكا هذا السبين واش يحدد لي طاوله بار فيها دو اه فيها مقعدين ونقول لكم راه يجلس في المقعد هذا ولا في المقعد هذا هذا هو السبين يعني يحدد لي اه وين راح بالضبط يعني الموقع تاعو بالضبط في لي زيليكترون هذا السبين وين نسيبوه نسيبوه في لي كاز باسكو كي راه في لا كاز بار ام ايغال زيرو يعني راح تدخل هنايا كاين بفلاش فلاش فيغ لو او فلاش فيغ لو با الالكترون راح يدي واحد فيهم اذا كان سبين تاعو بوزيتيف راح يدي هذا اذا كان سبين تاعو نيجاتيف راح يدي هذا دونك كونكلوزيون كنتيجه تبعوا معايا هنا كنتيجه دقيقه كونكلوزيون لي نمبر نومبر كوانتيك ان ال ام ام اس اللي هو سبين بيرمات ديتابليغ لا ستغكتور دو لاتوم يعني هاد لي نمبر نومبر كوانتيك ان ال ام اس بيرمات ديتابليغ لا ستغكتور دو لاتوم يعني يخلونا ندرسو euh, بنية المادة انا تبعوا معايا هذا هو الملخص انا اول حاجه قلنا ان اللي هو لو نومبر نشرح لكم هنا احسن نبداو ب ان اللي قلنا هو نومبر كوانتيك برينسيبال يكون قلنا ينتمي الى مجموعه الاعداد الطبيعيه ما عدا الصفر صافي دير ان ايتوال مجموعة الأعداد الطبيعية ما عدا الصفر، يعني هذا إن راح يكون سوبيريور أو إيكالا أن، أكبر أو يساوي من الواحد، Nous numéro de la couche. Numéro de la couche. Euh, Quelle est la réponse Qui coûte N Vous savez, 1, 2, 3, 4. Pour 1 égale 1, la couche est de la couche K. Pour 1 égale 2, la couche L. Pour 1 égale 3, la couche M. Pour 1 égale 4, la couche N. ما يهمكمش هذه التسميات الكا والال والام المهم شفاو بلي آن ينتمي الى مجموعه الاعداد الطبي... الطبيعيه ما عدا الصفر وانه هذا ال ريبريزونتي لا كوش دوزيام نومبر كوانتيك قلنا هو ال تل كو ال يكون سوبيريور او ايغال زيرو انفيريور او ايغال ان موينز قلنا ال نيميرو دو لا سو كوش نومبر كوانتيك Secondaire. Pour noter une sous-couche, on utilisera les lettres S, P, euh, etc. On indiquant le numéro de la couche, le nombre de sous-couches dans une couche numéro n est égal à n. Qu'est-ce que ça veut dire Pour noter une sous-couche, on utilisera les lettres S, P, etc. Pour l égale 0. L égale 0, nous l'appelons sous-couche S. Pour L égale 1, nous l'appelons sous-couche P. Pour L égale 2, nous la sous-couche D. Pour N égale 3, nous l'appelons sous-couche F. En indiquant le numéro de la couche, le nombre de sous-couches dans une couche, numéro N est égal à N. Par exemple, نقولوا راني في في لاكوش ان 2 دو معايا راني في لاكوش ان 2 دو هنايا ال راح يكون محصور بين الزيرو و ان يعني راح يكون محصور بين الزيرو والواحد صافي دي هنا اش هل عنده من قيمه عنده زوج اللي هي ال ايغال زيرو و ال صافي العدد تاع القيم تاع ال يساوي ان فهمتوا الهضره هذه نزيد ندلكم مثال باغ اكزومبل ان هنايا يساوي 4 تبعوا ملح يساوي ربع. صف آل يساوي ربعة صافي ال راح يكون محصور بين 0 و 3 ان يعني ثلاثة. القيم اللي يديهم ال هما زيغو، ال ايكال 1 ال ايكال 2 ال ايكال 3 شحال من قيمة يديها ال واحدة زوج ثلاثة ربعة يدي ربع قيم يعني عدد القيم اللي يديهم ال هما نفسهم ان هو نفسه ان مفهوم هذا وش يقصد بهذا الهدرة Le L est représenté la sous-couche. Vous le deuxième, le nombre quantique de En bas du Choufna. Le nombre quantique magnétique, qui est M. Tel que M, on est supérieur ou égal à moins L, inférieur ou égal à plus L. Le goujon m est représenté le nombre d'orbital de la ou la case quantique.

كيفاش نقدر نحسبو ندير دو زال طبقو القانون كي ديرو 2 صافي دير دو, صاف دو. والال شحال هو زوج و له واحد شحال يمدلكم يمدلكم خمسه مفهوم يعني لو نومبر دو كاز هو دي كاز هو 2 زال بلس هذا فيما يخص لو نومبر كوانتيك اللي هو ام بعد واش شفنا شفنا قلنا هذا سبين يا اما يكون فيغ لو او اذا كان بلس ان دومي ولا يكون فيغ لو با اذا كان موان دومي تل في الكاز الوحده شحال تسيبو تسيبو دو سبين واحد فيغ لو او وواحد فيغ لو با مفهوم دونك كملخص انو لاتوم اللي هي لا ستركتور دو لا ماتيغ بنية المادة اللي درسنا فيها لاتوم تكون من الشكل إكس أ زد هاد لاتوم شفنا الموديل الكلاسيك تاعها يعني آه نموذج الكلاسيكي تاعها قلنا انه هاد لاتوم تتكون من نوايو اللي فيها زد بروتون آه وفيها ان اللي هو ام وين زد نيترون هكا ما نحكوش على الالكترونات باينين و ل... باش نحكي على الالكترونات واش درسنا تبعوا معايا النموذج الكلاسيكي للذره بعباره اخرى النموذج الكلاسيكي للذره مكنني انه ندرس النواه النموذج الكلاسيكي للذره خلاني ندرس النواه من حيث ماذا درست البروتونات آه, النيترونات اكسيتيرا آه, كيفاش نحسب كتله النواه كيفاش آه, كيما كنا نحسبوا لي الغايو اكسيتيرا يعني خلاني ندرس النواة نوايو اللي تتكون من زد بروتون ومن ان اللي هو ام وين زاد نترون هذا في يخص النموذج الكلاسيكي للذرة هذا السيستم ولا النموذج آه سيستم كوانتيك ولا موديل كوانتيك خلاني ندرس الذرة من الاتوم من حيث الالكترونات بحيث انه عرفت نحدد المكان تاع الالكترون انطلاقا من ماذا انطلاقا من لاكوش ان ومن بعد من لاكوش ان وين رحت رحت للسوكوش ال ومن بعد من السوكوش ال وين رحت رحت للكاز ام اللي خلاتني نعرف المكان تاع إلكترون اللي هو زاد إلكترون. مفهوم هذا وش كنت نحدد؟ كم بلو؟ donc pour n 1 pour n égale 1, عندي اه... سوكوش. عندي سوكوش وحده علاه قلنا باش نعرف عدد السوكوش هو نفسه ان ياك هكا قلنا لو دو ال هو نفسه ان اذا كان ان يساوي واحد صافي عندي سوكوش وحده نسميها انس باسكو قلنا انه بوغ ان ايغال زيرو بوغ ال ايغال زيرو السكوش اس هكا Donc انا اذا كان ان يساوي واحد القيم اللي يديها ال يدي. يكون محصور بين الزيرو وبين ان موانزا ان واش واحد ناقص واحد يمدلي 0. L يدي قيمه الصفر وقلنا ال ايغال السكوش اس توكوش وحده اللي هي انس بوغ ان ايكال دو شحال عندي من سوكوش عندي دو سوكوش قلنا ان يغبريزونتي الكوش ويغبريزونتي لو نومبغ دي سوكوش دونك عندي دو سوكوش هاد دو سوكوش ال واش من هو القيم اللي يديهم ال يكون محصور بين الزيرو وبين ان موان زال واحد صافي دير ال يدي زيرو يدي واحد زيرو راني في السوكوش اس والواحد في السوكوش بي دونك عندي دو اس وعندي 2P بفهم؟ عليه كتبت 2 بس كراني في النيفو 1 إيقال 2 بفهم؟ فوق 1 إيقال 3 شال عندي من سوكوش عندي 3 سوكوش القيم الي يديهم L هما من 0 للزوج دونك 0 1 زوج كنقول 0 راني في السوكوش S كنقول 1 راني في السوكوش P كنقول 2 راني في السوكوش D دونك عندي 3s 3p 3d درت 3 باسكو راني في النيفو ان ايغال 3 بور ان ايغال 4 راني عندي شحال من سوكوش عندي 4 سوكوش عندي 4 سوكوش بون هكا سا دير ال القيم اللي يديهم منين يدي القيم من ان ايغال uh, يدي القيم من زيرو حتى ل 3 دونك زيرو عندي سكوش اس واحد سكوش بي زوج سكوش تي ثلاثة سكوش اف دونك عندي كاتخ اس كاتخ بي كاتخ دي كاتخ اف يكون السهم للأعلى موان دومي يكون السهم للاسفل مفهوم هذا فيما يخص هذا الكتاب هذا سي شرحت راني شرحتها دوكا حاجة أخرى اللي هي أنو عندي هذا ال- تاعي عندي من ان ايكال ا ان ايكال دو ان ايكال تخوا ان ايكال نحبس عند الكاتر بوغ ان شحال عندي من كاز عندي كاز وحده على ان قال ان سافو ال راح يكون محصور بين الزيرو والان موانزا يعني ال راح يدي قيمه الصفر والآن يكون محصور بين موان وبلس ال يعني ام راح يكون يدي محصور بين الصفر والصفر يعني ام صفر شحال عندي من ام عندي ام واحد دونك عندي كاز واحدة اللي نسميها ان اس ان ايغال دو قلنا انه هنايا ال راح يكون محصور بين الواحد وبين اه دي بين الزيرو بين الواحد داكوغ صافي دي هنا ال يدي دو فالور يدي الصفر يدي قيمه الواحد بوغ ال ايغال زيرو بوغ ال ايغال زيرو ام يكون محصور بين الصفر والصفر يعني اه موان ال بلس ال يعني ام ايغال زيرو وبوغ ال ايغال ان ام يكون محصور بين موان زان والبلس ان يعني يدي قيمه الصفر و يدي قيمه ناقص واحد ويدي قيمة واحد يعني عندي 3 فالوغ للأم صافي دير بوغ إل إيكال زيرو شحال عندي من كاز عندي كاز وحدة تاع إم اللي هي إيكال زيرو و بوغ إل إيكال أن شحال عندي من كاز عندي 3 كاز دونك في الآني قال إيكال كيفاش نرسم نرسم هكا هذه الكاز الأولى بوغ إم إيكال زيرو هذه الكاز الدوزيام بوغ آه آل إيكال أن دونك عندي هنايا دو زاس هنا شحال عندي عندي دو بي فهم؟ Pour n égale 3, l'icône ma soeur est 0 et n moins 0, l'i qui est 2. Donc L elle y a dit 3 trium 0 ou 2 pour elle égale 0, l'icône ma soeur moins l plus l, yanni m est 0. Donc l'indicase l'oule cas, li y est 2 euh, 3s, désolé 3s pour elle égale 1. أم يدي قيم من بلوس أل يعني يعني أم يدي يدي 0 ل ناقص واحد والواحد. ل ل عندي كاز كاز فيها ل اللي نسميها ل ل فوق أل يقال ل أم يدي ناقص يدي ل ناقص واحد زائد زائد ل زائد يدي يعني قيم. يدي ل يدي أم شحال يدي من قيمة؟ يدي يدي قيم دونك شحال عندي؟ عندي كاز اللي نسميهم دونك عندي سانك كاس نسميهم طروادي بوغ ان ايغال 4 هبطها شويه بوغ ان ايغال 4 بون هنا في الحاله راح يكون ينتمي من 0 3 يعني ال يدي اربع قيم بوغ ال ايغال 0 عندي 4 اس ال ايغال 1 عندي

ناقص زوج ناقص واحد زيرو واحد زوج ثلاث شحال عندي سبعة يعني هذه نقسمها لسبعة واحدة زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة دونك هذه نسميها كاتر اف مفهوم نكمله بون بوغ ان ايكال ا عندي كاز وحده اني قال دو عندي

صافي دير كل كاز قلت لكم ترفد زوج دوز الكترون واحد يكون طالع واحد يكون هابط هكا هكا من هذا الشكل كاز واحده فيها دوز الكترون بور ان ايغال ان عندي كاز واحده صافي دير شحال عندي من من الكترون عندي دوز الكترون بور ان ايغال ان عندي دوز الكترون بور ان ايغال دو شحال صبت عندي من كاز هكا سميتها هذه دوزاز وهذه سميتها دو بي دونك هنايا كي نجي ندير لي زيلكترون عندي زوج وهذه هكا دقيقه نمثلهم لكم مليح بون bon, قلنا كل كاز ترفد كل كاز ترفد دو الكترون دونك عندي هذه هي دو بي شحال عندي من الكترون راكم تشوفوا هنا واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة عندي منيا الكترونات و ان ايكال صبت عندي لاكاز لي ترفد عندي إلكترون هنا يعني كل كاز تعمرو فيها دو إلكترون واحد يكون طالع واحد هابط على حساب بلوس سبين كي تحسبو هنا عدد الالكترونات هنا زوج وهنا ستة يعني ثمانية وهنا شحال عندي عشرة صافي ديغ عندي ديزويت الكترون واش راكم تلاحظوا ان قال عن 1 عندي زوج ان قال دو عندي ثمانية ان 3 عندي ديزويت راكم تلاحظوا بلي عدد الالكترونات نقدر نديرو في هذا القانون اللي هو دو ان وكاري طبقوا هذا القانون على ان قال ان قال ان يساوي واحد اثنين في واحد مربع شحال تمدلي واحد مربع هي واحد في 2 تمدلي زوج و سي فري كي صبت الكترون بوغ ان 2 او هي 4 4 فوا 2 8 سي فري صبت 8 ان 3 3 او هي 9 9 فوا 2 18 سي فري صبت 18 صافي صافي من راني On retrouve que le nombre, le maximum, des électrons dans une couche N est égal à 2N au carré. Avec le tableau, pour N égale 1 subna 2, pour N égale 2 sous 8, pour N égale 3 sous 18, pour N égale 4 sous 32. D'accord Maintenant que vous avez besoin de la vidéo, je vais vous dire vous avez besoin la vidéo. Partiz les pratiques pour la à la chaîne.